موازاة مع انتشار أزمة غذاء عالمية، تنتشر الإشاعات والمعلومات المضللة والمشككة في قدرات الدول على توفير الإمدادات الضرورية من المواد الغذائية. الجزائر لم تسلم من هذا الأمر من خلال التشكيك في قدرات الديوان الجزائري المهني للحبوب على توفير البقوليات الجافة والأرز، ما جعل وزارة الفلاحة تتدخل وتوضح. تنفيذا لقرار السلطات العليا للبلاد المتعلق بمنح حصرية الاستيراد للديوان الجزائري المهني للحبوب فيما يخص البقول الجافة، بشر هذا الأخير في استيراد كميات معتبرة ذات جودة عالية منذ سبتمبر 2022، وهذا لغرض تلبية حاجيات السوق الوطنية. الديوان الجزائري المهني للحبوب وبعد توليه حصرية استيراد البقوليات الجافة والأرز فتح الباب لتجار الجملة والتجزئة لاقتناء هذه المواد وإعادة بيعها وفق أسعار مدروسة. فيما يخص المتعاملين الخواص والعموميين الراغبين في اقتناء هذه المواد يمكنهم التقرب من التعاونيات التي هي موزعة عبر التراب الوطني، مع العلم أن هناك أكثر من 300 نقطة بيع مباشرة تابعة للتعاونيات ومخصصة لفائدة المواطن. نقوم بتوزيع هذه المواد مباشرة للمحلات التي تتقرب إلينا لتزويدنا بالملفات الضرورية من أجل مباشرة عملية تجارية. بالنسبة لتجار الجملة فنزودهم بكميات محددة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب وبأسعار أقل من الأسعار التي نبيعها مباشرة للمواطنين. ضبط أسعار البقوليات الجافة والأرز مهمة صعبة في سياق التوترات العالمية التي تشهدها سوق الغذاء، لكن الجزائر ومن خلال سياسة استباقية استطاعت اليوم ضمان مخزون يكفي لتوفير كل حاجيات السوق لغاية نهاية سنة 2024.